وإلى الوضع في ليبيا، حيث شهدت منطقة الليثي ببني غازي اشتباكات عنيفة بين الجيش الليبي ومسلح تنظيم داعش، وزادت وتيرة الاشتباكات بين تفخيخ داعش لمنزل استدرجت إليه 5 جنود من الجيش الليبي. من جهة أخرى، قال المتحدث باسم القوات الخاصة الليبية ميلود الزوي إن جنديا ليبيا قتل في بني غازي كان قد أسر في اشتباكات مع الجماعات الإرهابية مطلع سبتمبر الجاري، وتعرض للتعذيب خلال الأيام الماضية قبل أن تتم تصفيته. يذكر أن الجيش الليبي يخوض معارك يومية مع مسلح داعش وجماعات متشددة أخرى في مدينة بني غازي، حيث يسيطر مسلح التنظيم على أجزاء واسعة من المدينة منذ أشهر.